بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. عزيزي الطالب المقبل على سنة البكالوريا سنة الحسم، إن التحضير لهذه المرحلة الهامة هو مفتاح النجاح والتفوق، ولتكون رحلتك في الدراسة أكثر سهولة وفاعلية إن شاء الله، سنتحدث اليوم عن أهمية معرفة برنامج المادة التي ستدرسها قبل البدء في دروسك. أنت راني راح ندرس مادة رياضيات، فيزياء، تاريخ، لغة، مانيش عارف، واحدة من المواد. على الأقل نعرف البرنامج تاعها، نعرف واش راح ندرس في هذه المادة. قد تكون فكرة معرفة برنامج المادة جديدة بالنسبة لبعض الطلاب، ولكنها خطوة حاسمة لتحقيق أداء مميز في الامتحانات، وخاصة امتحان البكالوريا. عندما تعرف ما ستدرسه في المستقبل القريب إن شاء الله، يمكنك البدء في التحضير بشكل أفضل وأكثر تركيزا. في هذا الفيديو أعزائي سنسلط الضوء على فوائد معرفة برنامج مادة الرياضيات، ويأتي فيديوهات أخرى للفيزياء إن شاء الله، فضلا عن كيفية الحصول على هذه المعلومات بسهولة من المكتسبات القبلية التي درستها في السنوات الماضية، وخاصة الثانية ثانوي. يعني كي نعطيك أنا البرنامج واش راح تدرس محور بمحور وحسب التسلسل تاعهم، ما تخلطش، ثم انت تقول اي هذه درستها في السنة الأولى، هذه درستها في الثانية، نروح نراجعها، لاني ضعيف فيها نعاود نرجع لها ونراجعها مادام راه عندي الوقت في هذا الصيف. كذلك أعزائي، نعلم جميعا أن البكالوريا فترة تحديات وتوتر، ولكن بالتأكيد يمكنك التغلب عليها وتحقيق نتائج رائعة. إذن هنا خذ العبرة من الذين سبقوك في الحصول على معدلات ممتازة في شهادة البكالوريا. عندي في القناة هم كاتبين في الكومنتار في التعليقات، اسألهم، اتصل بهم، احتك بهم، أم عندي في القناة، سواء في القناة على اليوتيوب ولا في صفحة الفيسبوك. كذلك ما تنساش عزيزي الطالب أن العلم هو المفتاح لتحقيق الطموحات والأحلام تاعك إن شاء الله. عندما تحصل على البكالوريا بمعدل ممتاز جيد، والمعدل الموزون المطلوب في المدارس العليا ممتاز، هنا تحقق بإذن الله الطموحات تاعك والأحلام تاعك. إذن نتكلم اليوم على يعني هذا البرنامج يخص شعبة علوم تجريبية، تقني رياضي، وشعبة رياضيات. بالنسبة لشعب أخرى راني جايكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. صح، عندنا التحليل، ومن بعد الأعداد والحساب، ومن بعد الاحتمالات، ومن بعد الهندسة. كاين حاجة هنا راني كاتبها بلون مختلف، وهي الأعداد والحساب. الأعداد والحساب لا تهم شعبة علوم تجريبية، خاطيكم، ثم عندكم التحليل، الاحتمالات، الهندسة. هذا الأعداد والحساب تهم شعبة تقني رياضي وشعبة رياضيات. في التحليل بالطبع عندكم الدوال العددية، تزايد المقارن للدوال، دراسة الدوال، المتتاليات، والحساب التكاملي. في الهندسة عندكم الأعداد المركبة، التحويلات النقطية، والهندسة في الفضاء، هذه لا لحقت لها. عندنا المحور الأول وهو الدوال العددية، معناتها راح ندرس فيه الاشتقاقية والاستمرارية. معناتها عندك مكتسبات قبلية للثانية ثانوي، العدد المشتق والمماس والاشتقاقية إلى آخره. عندنا حاجة جديدة هذا العام وهي استمرارية الدالة على مجال. كذلك عندنا مبرهنة القيم المتوسطة، معناتها وجود حلول للمعادلة اف دو اكس تساوي ك. عندنا ندرس المشتقات المتتابعة، يعني نعطيك باختصار، يعني حساب مشتق دالة مركب، راك درست الدالة المركب في الثانية ثانوي، دراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها، مثلا اتجاه تغير الدالة على مجال، تقريب الخطي، نقطة الانعطاف إلى آخره. من بعد ندرس الدوال المثلثية، سينوس إكس، كوسينوس إكس، تانجنت إكس، سينوس AX بلس B، كوسينوس AX بلس B. كذلك ندرس هنا في هذا المحور
يعني أمثلة حول الدول الناطقة، يعني الناطقة معناتها حاصل قسمة كثير حدود، يعني كثير حدود على كثير حدود، الدول الصماء اللي تحت الجذر. هنا نتطرق أي إلى المماس الموازي لحامل محور التراتب في دراسة الدول الصماء. كذلك ندرس المعادلة التفاضلية اللي تكون من شكل إيكغريك فتحة تساوي إف دو إكس و إيكغريك فتحتين تساوي إف دو إكس. كذلك نتطرق إلى كتابة دي إيكغريك تساوي إف فتحة لإكس دي إكس. ما تحير ما تستعجل بهذا الكلام، رايحين بإذن الله ندرسهم لك عادي. كذلك عندنا واحدة كتابة للاشتقاق نستعملها في الفيزياء السنة بإذن الله في السنة الثالثة ثانوي، وهي دي إف على دي إكس ودي مربع اف على دي اكس مربع. هذه كتابه جديده مشتقه نستعملوها في الفيزياء ان شاء الله، ندرسوها في الرياضيات ونزيد نشرح لكم باذن الله في العلوم الفيزيائيه باذن الله. المحور الثاني الداله الاسيه والداله اللوغاريتميه، يعني مدوال جديده عليكم السنه الثالثه ثانوي بالطبع. الداله الاسيه نبداو بها، هي حل، يعني هي حل خاص للمعادلة التفاضلية من شكل إيكغريك فتحة يساوي إيكغريك، والتي تحقق إيكغريك لصفر يساوي الواحد. نتطرق إلى الدالة، أي خواص الدالة الأسية والترميز تاعها أسية إكس، حل معادلة متراجحة أسية، دراسة الدالة الأسية إكسبو رون إي، يعني مركبة، هي دالة مركبة. ومن بعد نتطرق إلى الدوال اللوغاريتمية، الخواص، حل المعادلات المتراجحة اللوغاريتمية، دراسة الدالة ألان رون إي، أي دالة مركبة، وفي الأخير ندرس اللوغاريتم العشري اللي هو اللوغ. ومن بعد كذلك عندنا حاجة جديدة وهي حل معادلات تفاضلية من شكل إيكغريك فتحة تساوي أيكغريك بلس بي. المحور الثالث النهايات، راح ندرس فيه المستقيمات المقاربة الموازية لمحورين العمودي والأفقي، العمليات على النهايات، نهاية دالة مركبة جين وأف. كذلك نطرق إلى المقارنة الحصر مركب دالتين، وفي الأخير دراسة سلوك تقاربي أي المستقيم المقارب المائل. محور الرابع تزايد المقارن ودراسة الدول. عندي ملاحظة على النهايات، كان اللي يبدأ يرجع يبدأ بالنهايات، لا لا لا، اللي دار البرنامج هذا خلى النهايات مور بعد دراسة الدول الأسية واللوغاريتمية. معناته كي ندرسك درس النهايات نقدر نعطيك أمثلة على الدول الأسية والدول اللوغاريتمية والدول الأخرى إلى آخره، يعني أنت ما تعرفش خير منه. إذا أنت تعرف خير منه وتسبق النهايات، روح دير السوجي تاع البكالوريا وخلاص. المهم في هذا المحور الرابع تزايد المقارن ودراسة الدول، ما زلنا بالتحديد. إذن هنا عندنا واش نديرو، نديرو دراسة الدول كثيرة الحدود، ولا مع الأول نديرو التزايد المقارن للدول لدراسة الدول، ومن بعد نبداو ندرسو الدول كثيرة الحدود باستعمال تزايد المقارن، الدول الناطقة، الدول الصماء، الدول المثلثية، ودول القوى ها ذات الأساس، هذه سنة جديدة عليكم. وكذلك الدوال الأسية واللوغاريتمية هنا كامل باش في الأخير نحسب النهايات الشهيرة باستعمال المقارنة والحصر ومركب دالتين. المحور الخامس المتتاليات العددية، هنا عندنا مكتسبات قبلية قريتهم في السنة الثانية ثانوي، توليد متتالية عددية، المتتالية الحسابية والهندسية، استدلال بالتراجع، حتى لما درستهمش ما كاش مشكل نعودهم بإذن الله من الصفر. كذلك عندنا دراسة سلوك ونهاية متتالية، البرهان بالتراجع، وفي الأخير عندنا المتتاليتان المتجاورتان. عندنا المحور السادس الدوال الأصلية، معناتها هذه دالة جديدة عليكم، راح ندرس الدالة الأصلية لدالة مستمرة على مجال، وكذلك حل المعادلات التفاضلية. المحور السابع عندنا الحساب التكاملي، طبعا راح نتعرف على الحساب التكاملي، الخواص، حساب مساحات سطوح مستوية، القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصره. عندنا التكامل بالتجزئة والحساب التكاملي لحساب دوال أصلية، كذلك حساب حجم مجسمات بسيطة.
المحور الثامن الأعداد والحساب، هذا المحور خاص إلا بشعبتي رياضيات وتقني رياضي، العلوم خاطئكم. في هذا المحور أعزائي تقدر تقول عندنا ثلاث دروس، كاين بعض الأمور اللي درستهم المتوسطة، مثلا عندنا القسمة الإقليدية في زاد، أنطرق إلى القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين، وكذلك استعمال خوارزمية إقليدس. وعندنا ثانيا قابلية القسمة في زاد، وعندنا ثالثا الموافقات في زاد، معناتها راح نطرق إلى التعداد الأعداد، ومن بعد عندنا الأعداد الأولية، ومن بعد المضاعف في المشترك الأصغر، مبرهنة بيزو ومبرهنة جوس. بعد ما شفنا التحليل بعد الأعداد والحساب، ندخل الآن في مجال آخر وهو الإحصاء والاحتمالات، هو المحور التاسع بالنسبة لشعبة رياضيات وتقني رياضي، والمحور الثامن بالنسبة لشعبة علوم تجريبية. في هذا المحور ندرس قانون الاحتمال لمتغير عشوائي، ربما كاين بعض المكتسبات اللي درستوا الاحتمالات في السنة الثانية ثانوي، ولا ما درستهمش رانا نعودهم بإذن الله من الصفر. ندرس كذلك الأمر الرياضياتي، تباين الانحراف المعياري، العد، راح ندرس المبدأ الأساسي للعد، القوائم، ترتيبات، التبديلات، التوفيقات، وكذلك دستور ثنائي الحد، الاحتمالات الشرطية، الأحداث المستقلة، شجرة الاحتمالات، وأخيرا دستور الاحتمالات الكلية. المحور العاشر بالنسبة لشعبة رياضيات وتقني رياضيات، والتاسع بالنسبة لشعبة علوم تجريبية، وهو أعداد المركبة. بالطبع ندرس خواص أعداد المركبة، الشكل الجبري، مرافق وطويلة عدد مركب، الجذرين التربيعيين لعدد مركب، وحل معادلة. كذلك نتطرق إلى الشكل المثلثي لعدد مركب، ومن بعد الانتقال كيف ننتقل من الشكل المثلثي إلى الشكل الجبري والعكس إلى آخره، ترميز أولير، التفسير الهندسي لطاولة وعمدة عدد مركب، وأخيرا دستور موافر. المحور الحادي عشر للرياضيات والتقنية الرياضي، والعاشر لعلوم تجريبية، التحويلات النقاطية. بالطبع كاين عندنا الانسحاب، التحاكي، الدوران ولا التشابه المباشر، هذو أمور اللي شفتوهم من قبل. راح نقوم بالتحويلات النقاطية هذه انطلاقا من كتابة المركبة، هذه أمور جديدة. بالطبع راح نحل المسائل الهندسية باستعمال انسحابات وتحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركبة، ونكمل بالتشابهات المستوية. المحور الأخير الهندسة في الفضاء، نعود ندرس الأشعة، توازي شعاعين، استقامية ثلاث نقاط، ومن بعد نديروا التعليم في الفضاء، المسافة بين نقطتين، نعود نرجعوا للجداء السلمي في الفضاء والمرجح اللي درسته من قبل. هذا واش كان أعزائي في الرياضيات. هكذا أعزائي تكونوا عرفتوا البرنامج واش راح، يعني عرفتوا واش راحين تدرسوا كي تدخلوا لسنة البكالوريا إن شاء الله. معناتها راك عارف درك كاين أمور اللي درستهم السنوات الماضية، إذا شفت روحك ضعيف فيهم تقدر من إذا كان عندك وقت فراغ تعاود ترجع ليهم، تلخص دلهم ملخص تحطهم بجهة كي تلحق للدرس هذاك عادي. ثاني ما تحيروش إن شاء الله أي محور نلحقوا ليه راني ندير المكتسبات قبلية، إذا ما درستوش كاع نبداوه من الصفر بإذن الله. إلى أن ألتقي بكم أعزائي في فرصة أخرى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.